وإياك نستعين، يعني لا نستعين، لا نطلب العون إلا من الله، لا نطلب العون من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. Man vänder sig om och endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Man inte liksom anlitar eller ber någon annan än Allah om hjälp. هل تستطيع أن تفعل أي فعل دون عون الله سبحانه وتعالى؟ لا والله ما يمكن. نعم. Kan man liksom få stöd från någon annan på riktigt än Allah subhanahu wa ta'ala? Svaret är såklart nej. Det finns ingen annan som kan bli stöd än Allah subhanahu wa ta'ala. كأنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك تقول يا رب لابد من العون منك لا من غيرك. نعم. داي تيجي داي أوكي فيا صوت داي لسون بكتفس لسون كنا لا بل وعند كفت الله سبحانه وتعالى وكذو لسون كنا لا يكير تقولن فإن لم يكن العون من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تأتي بالعبادة. أم أنت الله سنستوقع لك يلبري سكن بهذا سمتري الله سكن لي يلبري. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هذا بيني وبين عبد. إذا هذا هو القسم الثاني من أقسام الفائدة. القسم الأول في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. القسم الثاني بين العبد وبين الله، طلب العون والعبادة، هذا القسم الثاني من أقسام السورة هذه. نعم. وكما دل سنقول السورة في سورة فبني أندر الله سبحانه وتعالى سيرت من كنا نتحكب من كنا فاسنك من كنا رفايا liksom uppmärksamhet, och sen det här med att man ser till Allah, jag dyrkar dig, jag liksom ber dig om hjälp, så ser Allah att det här är någonting mellan mig och min tjänare, så det här är en andra liksom del av den här sura. Al-qism al-thalit al-du'a ihdina as-sirata al-mustaqim. Den tredje delen är du'a, där man ber Allah om vägledning på den raka vägen. Tatlub min Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. يقسم العلماء رحمه الله تعالى الهداية إلى قسمين. دم دارد هاد ديال الهداية غير لينك تفولك لنا. هداية الدلالة والإرشاد، يعني هداية التبين بين الشريعة وبين التوحيد وبين الصلاة وبين الصيام، هذا نوع من أنواع الهداية، هذا القسم الأول. نعم. هداية الدلالة والإرشاد، يعني ندل الناس ونرشد الناس ونعلم الناس الشريعة. نعم. إن ديل توكا من هذا هو صم صم هداية غير لدين غير دين جاي دين ده كان واري صم أم بديون ده كان وا أم بيرن ده كان تفسا ده كان أنا أندرا اللي صم ديل كان صم صفين صم ده إنه إن سورس غير لدين صم صم كان أفهم بس ترى لا شيء. تعليم الشريعة. هذا القسم الأول. الثاني هداية التوفيق، يعني أن يوفق العبد للصلاة والصيام والحج والزكاة، يعني العمل، يعني الأول العلم والثاني العمل، هذا هو. والأمر الثاني liksom Allah underlättar för dig att du ska göra det här med bönen, det här med fastan, det här med allt annat. Så det första är kunskap, det vill säga alltså, vägvisaren, guida oss för kunskap och lära oss. Och den andra är att underlätta. Så efter kunskapen vi har lärt oss, vi ska förverkliga, vi ska faktiskt göra det vi har lärt oss genom också Allahs vägar. Vilken av de här sakerna يعني الآن عندما تقول في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، طبعا لا ترفع يديك تقرأها، تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي هداية؟ هداية العلم أو هداية العمل؟ فبيكن الست المفروض لما أفكى في الله هل هي كونسكم إلا هل هي ليكسم يعني ما أفكى في الله من يعرف أي هداية تطلب من الله؟ لم كان سفورا بيوست هل تطلب من الله أن يعلمك أو تطلب من الله أن يجعلك تعمل؟ ف
att du bär det, du ber Allah om att Allah ska lära dig eller att Allah ska hjälpa dig att du gör en god gärning. Eller när jag är med de som sover där bak. أي هداية تطلب من الله عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم هل تريد أن الله سبحانه وتعالى يعلمك الشريعة أو يوفقك إلى العمل أي هداية تريد من الله أصبر أصبر نحن في مجلس علم الذي يريد تكلم يرفع أصبر أذن لو تكلم وإلا لا نعم Så att vilken av de här två olika betydelserna sitter du på när vi ber Allah svara där? Så att den som vill svara får räcka upp handen. Det är ingen annan som kan svara. Taqlub min Allah hidayatayn. Labid! Ma yumkin taqlub wahida dun al-ukhra. Yumkin? Ma yumkin? Naam. Och svaret är såklart bägge två. Man ska be Allah om bägge två. Du ser kunskap samtidigt att även hjärn. Taqlub min Allah أن يعلم الشريعة ويدلك عليها وهذا طبعا ترجع الكتاب السنة الصحيح نعم وتطلب من الله بعد أن تتعلم أن يوفقك للعمل إذا تطلب من الله لابد أن تطلب من الله الهداية نعم سبحان الله سبحانه وتعالى ومدرسك utbildad och Allah ska lära dig kunskap samtidigt att du ska be också Allah att underlätta och du ska använda den här kunskapen du har lärt dig och du ska verkligen göra det med Allahs hjälp och Allahs kunskap. لو قال القائل لماذا تقول هذا؟ نعم. سو ما كان فوق أسي أنا نقول فوق بيه نقول فوق ديت الله سبحانه وتعالى بس كده سي يوس بيج ليت أوس فوق ما هو كبير ذاك هنا الصراط تقول أنا عبد أقول سمعت وأطعت ما يمكن أن أعلن عن هذا لا بد أن أقول سمعنا وأطعنا نعم Och svaret är att man ska säga jag är kännare och jag ska säga det som Allah har sagt till mig att jag ska säga. Så det här är liksom totalt vittna, totalt underkastelse. Och du tabarra min hawlik och min quwwati. Ja'ni al-insan ba'da an-nas ja'ni yaqtar bi nafsi. Wa qul ana ala tariq al-hidayah. La تقول أنا أسأل الله أن أسأل الله سبحانه وتعالى إيه ولكم الهداية إنسان ما يدعي العصمة المعصوم من عصب الله سبحانه وتعالى فتقول أنا أدعو الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي أكثر من كم مرة؟ 17 مرة بل وزيادة أحيانا مع النوافل وبهذا أتبرع من حولي من قوة تقول يا رب علمني ووفقني نعم också erkännande från tränaren att vi som människor som tränare är totalt maktlösa. Man ska vara övertygad av detta. Det här är övertygelsen att du är liksom maktlös. Du har ingen styrka om Allah ger dig styrka. Och liksom allting kommer från Allah. Kunskap, vägledning, god gärning. Om inte Allah liksom underlättar för dig att du ska göra en god gärning så kommer du aldrig lyckas med att göra det. Så det är ju det här liksom att ha den här känslan. När man har den här känslan, det är också en del av detta och det är liksom första steget till att man ska liksom lyckas med det man det Allah har gjort för dig. Och jag kommer att fa'ala nasa ahyana عندما تقول له Allah hedih. Vissa personer blir arga när man säger må Allah välja dig. Jag kommer att anna ضال حتى تقول لي هذا ودوسي يا مان ايو فيس سيلر فدو سكيو في مي سنه الدعاء هل انت تقرا في كل يوم الفاتحه لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم دو دي سي فال فاتحه وفاس سي دو زي لي كوتو دو واتو فيين دو لا يلزم طلب الهدايه ان تقول انت على الضلال لا يلزم من هذا
Dat om een beeld te dat Allah kan regelen dat hij de innebaar in dat hij een beeld te leren. Kan wel regelen, maar dat hij de aanstoot erin te leren. Dat is Allah om het te leren. Allah kan leren. Wat was het met ta'aat en wat is het met haar? Wat Allah kan voor de dikke als niet, door de enige goede jaren. En dan kan je dat wel doen. Allah heeft dik, maar dat is goed. يقول عامي الله اجعلنا من المهتدين جزاك الله خير فهمت اي نعم ان بعض الناس يظن انه معصوم وان لديه صك غفران الجنه وما يمكن اطلب الهدايه ابدا نعم صرت ما صرت غير اصلي غير النظر ber Allah om nöjda med dig och vi ska veta att ingen av oss är skuldfria utan vi är människor, vi synder, ingen av oss är någonting som är liksom skuldfria så det här med att någon ber för dig är bara gott och inget annat. As-sirat är ett tariq al-muttasir, al-wasir, al-muhayy, al-mudallal, laysa fih hubba, laysa fih ay ahtar. Naam. Och as-sirat är en väg som är rar, som är bred, som är fin, liksom inga liksom farthinder eller någonting, utan det är liksom väldigt klar och tydlig och fin. Mustaqim. Laysa fihi ujab. Naam. Rak och inte ställd. Hala sirat av hala tariq. Man wara'u lak. Den här sirat, den här vägen, vem är det som har skapat den till oss? وضع لنا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الصراط الواضح إلى الله سبحانه وتعالى. سلطة هذا الصراط إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه هو الذي وضع لنا. الله سبحانه وتعالى. وكذلك قد يضاف إلى من يسلك هذا الطريق من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والشهداء والصالحين والصديقين. نعم. أوكي. الله كفيتر. الله مكتير. الله سانسير. Också liksom kommer gå på den här vägen, på den här raka vägen. Al-Anbiya wa Rusul alayhi as-salatu was-salam. Alladhina yasluka hadha al-tariq was-siddiqin was-shuhada shuhada al-ma'raka wal-ulama martirin wal-dumlada was-salihin alladhina aslahu ma bayna wa bayna Allah bi fi'li al-amr istina bidwan. Na'am. Good author in many kuna. Kalum liksom reader Allah al-Qasdur Frank. هنا قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام. الله أكبر. من كان على الصراط المستقيم أسأل الله أن يجعله وإياكم منهم. يقول الله أن يوسع لدهم من هذا الليل. وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. دوم فنتا قطب الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم وهم أخطر من القسم الثالث لأنهم تعلموا ولم يعملوا والقسم الثالث الذين نسوا هذا السلامة ضلوا عن هذا الطريق يعملوا بلا علم. من تلك الكاتيجوري الفول ثم في سلندا ثم يوصل الروتين وتعن كونستو ثم هذا في سلندا. إذا لابد أن تحلم أن تكون من الذين غضب الله عليهم وإذا غضب الله سبحانه وتعالى على إنسان نسر عاد السلام لم يبقى له شيء من الرحمة الله وهذا في إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى بإذن الله به سبحانه وتعالى. صوت ما في وقت ريكتي وما في وقت كان وعمل فرطة في درابة أو الله سبريدي نفس في درابة أو الله سبريدي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى och det är liksom bland de värsta som man kan liksom bidra med. Som man värde här det här är det här sur. Naam. Så på det här sättet har vi avslutat den här sur. Qawl amin ay Allahumma stajid. Naam. Och man avslutar med att säga amin, det vill säga att Allah accepterar detta från oss.
قول آمين هذا ليس قول آمين هذا ليس من الفاتحة بإجماع الأمة. أجمعت الأمة أن التأمين القول آمين أي اللهم استجب هذا ليس من الفاتحة. تؤمن على هذا الدعاء. نعم. وبيشوف الله من هذا لأن consensus of the آمين أي توصل إلى هذا الفاتحة من هذه السورة. نعم. الله أعلم نكتفي بهذا المقدار وغدا إن شاء الله تعالى نكمل. لكن أريد أن كل واحد منكم يذكر لي فائدة، الذي يذكر فائدة ينصرف وإلا يعني يبقى معنا إلى الفجر. أول واحد الذي يتكلم وينام هو الذي يجيش. نعم. أنتم الذين. أولا لا تقرأ الفاتحة أم لا؟ ليست الفاتحة. أولا قم أعطينا فائدة من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت جالس الشيخ وانت جالس الله يفتح عليك. قل آمين. الله يهديك. نعم. قل آمين. نعم. تفضل. نريد فائدة باللغة العربية، باللغة الصومالية، باللغة السعودية، بأي لغة. فائدة من سورة الفاتحة. أسأل الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك. اسمع يا أخي، لو طلب منك إلقاء كلمة، قالوا لهذا الشيخ الآن نريد أن تلقي علينا كلمة، إيش أسمع؟ يقرأ سورة الفاتحة. أم القرآن سبع المثاني. Unknown, for example, ignore Samarhang, Verdi, or Matola Tor, Verdi, or Matthias, and Montin. So, not the Ogurian Mephatia, but Mephatia, so we saw her, the Quran is a Huda, the Nasura, so the Dr. Bethel can say, Ogurian Mephatia. Kalima, La Ogurian. This is not from a leak. They are Tori. In all of Monarchism. What the Lord and the Bess are sell. والسلف الصالح اجتماع الأمة لا افتراق التحذير من الفرق الضالة التحذير من التشبه بالمشركين الثناء على الله سبحانه وتعالى أحسن دعاء واذكر ما شاء الله من سورة واحدة فيها الجنة وفيها النار وفيها اليوم الآخر أركان الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر بيزتهم إلتهم بليرهم أم أسترافهم أو كان تنكري جنة لكسام فوتكم لكسام إبغريبا لهذا أفرانا. سؤال. هل نستحضر هذه المعاني عند قراءة سورة الفاتحة أو السماع لها؟ كما فرس بلسي أو دي هاد نمتو قال ساك نماسك رزيك الفاتحة في الغالب لا بدي نسأل فماذا نسأل؟ نسأل يورو الآن يوزع عليكم الأخوان جزاهم الله خيرا تفسير مختصر لسورة الفاتحة قصر السورة باللغة العربية وباللغة السعودية. نعم 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 نعم